بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم بدون عنوان. الحقيقة الكتاب المقدس اللي بين إيدينا ليه أهداف كتيرة قوي، لكن أنا في رأيي إن من أهم الأهداف اللي موجودة في الكتاب المقدس قد إيه نكتشف عمق غنى محبة ربنا للإنسان. ربنا حبنا حب ما يتوصفش، زي ما بيقول القديس أغرغوريوس الناطق بالإلهات في القداس اللي احنا عارفينه كلنا: ليس شيء من النطق يستطيع أن يحد لجة محبتك للبشر. يعني مفيش لغة بشرية تقدر توصف قد إيه ربنا بيحبنا. والحقيقة عمر ما كانت المحبة مشاعر بس، أو الحب إيه؟ الحب عبارة عن مشاعر زائد مسؤولية، أو مشاعر طيبة زائد أعمال تأكد الحب، لأن الحب من غير عمل زي الإيمان من غير عمل ملوش قيمة. ربنا بيحبنا بمشاعره وبكيانه، وربنا حبنا كمان بأعماله. يعني إيه؟ يعني نمرة واحد، ربنا قبل ما يخلقنا إحنا خلق العالم وجهزه، خلق النبات والحيوان والمية والأرض. عارفين زي إيه؟ زي بالظبط أي أم قبل ما بتجيب البيبي بتاعها بتجهز له اللبس، وبتبقى عارفة إذا كان هيتولد في صيف ولا هيتولد في شتاء، وبتجهز له اللبس بتاعه إذا كان صيفي أو شتوي. أهو نفس الموضوع مع ربنا، خلق كل حاجة قبلينا، وبعدين بعد ما غلطنا ما سبناش، حب يفهمنا قد إيه بيحبنا. فآدم يغلط يستر عليه ويجيب له رداء من جلد، وبعدين يعلمه يعني ايه ذبيحة، وبعدين يتولاه، وبعدين لما الانسان يبعت له انبياء، ولما الناس تبعد اكتر حتى بعد الطوفان ربنا يجدد عهوده مع الانسان، ويبتدي يحب في ابراهيم واسحاق ويعقوب. وبعدين انتوا عارفين ان فضلت البشرية كلها ربنا متعهدة، فحب ربنا كان كبير. وبعدين اكبر حب عمله ربنا لينا كان في العهد الجديد، إن قال مش كفاية إن ولادي يسمعوا عني، مش كفاية إن ولادي يعرفوني من خلال شوية وصايا أو ظهورات كده مهيبة في العهد القديم سمعوا عنها، لأ أنا هعمل اللي أكبر من كده. أنا هتخلى عن مجدي واتحد بجسد من أجساد البشر، وهنزل أمشي برجلي على الأرض اللي أنا خلقتها، الأرض دي اللي ما تستاهلش إن ربنا حتى يعني أقول إيه، بس هو ده حبه، اتجسد علشان مش بعد كده نقول سمعنا ربنا وبس، احنا نقول سمعنا ربنا وشفناه بعنينا، زي ما قال كده يوحنا الذي لمسته ايدينا، يوحنا الحبيب قال الايه دي. وزي ما اتفقنا ان الحب عمره ما كان مشاعر، امال الحب ايه؟ الحب عباره عن مشاعر واعمال. ربنا عمل كل ده. انا بقى النهارده بنعمه ربنا، وفي الحلقات دي وفي الحلقة الجاية ويمكن اللي وراها كمان، هتكلم معاكم على موضوع يثبت قد إيه ربنا بيحبنا. الموضوع ده هو اسمه إيه؟ الغفران. اسمه الغفران. شوفوا كده ربنا يقول إيه؟ يقول أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي وخطاياك لا أذكرها. أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي وخطاياك لا أذكرها. ويقول كده في سفر أرمية، الكلام ده في أشعياء، قال في سفر أرمية حاجة تاني، قال إيه بقى في سفر أرمية؟ قال كده: محبة أبدية أحببتك فأدمت لك الرحمة. يعني أنا عاوز أقول لك إن أنا بحبك، وعشان بقول لك بحبك هيكون في علامة إن مهما كانت خطيتك في حجمها أو في طول وقتها، مدام جاي لغاية عندي علشان تقدم توبة، مراحمي مفتوح. ودي يمكن حاجة حلوة قوي عملتها الكنيسة، ان دايما خلت الجزء الاخير في الكنيسة زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، اللي هو ورا المسبح، على شكل كرب او على شكل حضن. سميته الكنيسة كده حضن الاب، علشان الخاطي اللي جاي من بره خالص اول ما يخش الكنيسة عينه تقع على حضن الله اللي مستنيه عشان يغفر له خطيته. تاني،
هنتكلم على الغفران، ودي صفة حلوة قوي قوي تطمني وتطمنكم وتشجعني وتشجعكم على التوبة وعلى سر الاعتراف. أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي وخطاياك لا أذكرها. تعالوا بقى النهاردة نتكلم على غفران الله وسماته، وفي الحلقات الجاية هتكلم على حاجات متعلقة بينا إحنا علشان نحصل على هذه المغفرة. النقطة الأولى اللي هنتكلم فيها، فأنا هو الماحي ذنوبك وخطاياك لا أذكرها، نحط لها عنوان إن ربنا قال أنا هو. ربنا كان يقصد إيه بكلمة أنا هو؟ يعني كلمة أنا هو كرر كلمة أنا دي مرتين. طب ما كفاية تقول أنا هو، يقولك لا أنا هو. أنا عاوز أقول لك حاجة بكلمة أنا هو الماحي ذنوبك. نمرة واحد، مفيش غيري يشيل خطيتك، ومفيش حاجة في الدنيا تقدر تمسحها غيري أنا. أنا هو. أقول لحضراتكم أكتر من كلمة وأكتر من معنى في الجزء ده. في ناس لما بتغلط الحقيقة ضميرها بيتعبها قوي، وما تنامش طول الليل، لدرجة إنه ممكن يقوم تاني يوم يشتكي لزوجته أو يشتكي لواحد من قرايبه، ويقول له أنا ما نمتش طول الليل عشان أنا غلطت في حق فلان، ولما غلطت في حق فلان طول الليل قضيته ببكي ضميري. الحقيقة مش هو ده الحل. حتى لو فضل ضميرك يبكتك طول عمرك، لو ما روحتش للي قال أنا هو الماحي ذنوبك وخطايا لأجل اسم أو لأجل نفسي وخطاياك لا أذكرها، عمر ما خطيتك دي هتتمسح. فلا ضمير ولا انك تشتكي نفسك ولا عقدة إحساس بالذنب هتشيل عنك الخطية دي. إيه؟ نمرة واحد. في حاجة تاني، أوقات كمان في كلمة أنا هو الماحي ذنوبك ربنا عاوز يقول لك حاجة. أنتوا كبشر بتغلطوا غلطة كبيرة قوي. إيه هي؟ الإنسان لما بيغلط بيبقى أهم حاجة عنده صورته قدام الناس شكلها إيه؟ أو يا ترى الناس لما تعرف إن أنا عملت كده هتقول عليا إيه؟ يعني تصوروا مثلا لو أب كاهن مثلا، لو أب كاهن، أنا هقول حاجة كده صعبة إنها تحصل خالص، يعني تصوروا إن أب كاهن مثلا وقع في خطيط غضب وبعدين حلف أو طلعت كلمة ما يصحش تتقال من بقه. صوروا أبونا ده أول حاجة هيحسها إيه؟ يا خبر أبيض، شعبي هيقول عنيا إيه؟ والناس هتتكلم عني كام سنة وتقول إن أبونا ده حلف أو أبونا ده شتم. أهم حاجة أنا بركز فيها كإنسان صورتي قدام الناس. ربنا عاوز يقول لك الناس دي إيه؟ الناس دي تراب مش هتعمل حاجة. أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي وخطاياك لا أذكرها. معنى كده إيه؟ معنى كده إن ربنا عاوز يلفت نظري. أنت دايماً بتبقى مهتم إنك تغطي حتة من خطيتك، أو وإنت بتقولها تقولها بمنتهى الشياكة، أو وإنت بتقولها وإنت بتبررها للناس اللي حواليك، علشان أنا مش عاوز أبونا اللي مربيني يغير رأيه فيا. أنتوا عارفين يا جماعة، ناس كتير قوي تكون بتعترف عند أب كاهن وتيجي ليا تقول لي أنا مش هقدر أقول لأبويا الخطية دي، فهقولها لك أنت وأرجع أكمل اعتراف عند أبويا. فأقول له طب ليه ما تقولهاش لأبوك الروحي؟ يقول لي خايف يغير رأيه فيا، أو هبقى محرج قوي من شكلي قدامه. الحقيقة الكلام ده مش صح. المسيح بيقول أنا هو الماحي ذنوبك، محدش غيري. أوقات ممكن أكون أنا خادم في أبروشية ومقرب جدا من الأب الأسقف، بقى مش الأب الكاهن، لا الأب الأسقف الكبير بقى بتاع الأبروشية، وعارفني بالاسم ويكلمني بالتليفون ويناديني عشان أوصله وأجيبه، فيبقى شكلي قريب قوي من سيدنا الأسقف ده، وعلشان كده أبقى مهتم جدا جدا إن دايما شكلي يبقى متلمع وشكلي رائع قدام الأسقف. طيب والخطايا اللي بتعملها في الأوضة، والخطايا اللي بتعملها في مع الناس، والخطية الفلانية والخطية الفلانية، يقولك مش مهم، المهم أهم حاجة عندي إن سيدنا ما يعرفش. ياه على الخداع اللي احنا واقعين فيه. ده المسيح بيقولك أنا هو الماحي ذنوبك، مهما كانت الناس دي بتحبك محدش فيهم يقدر يقدم لك مغفرة.
صحيح في مغفرة جوه سر الاعتراف، بس لازم تقر بالخطية زي ما انت عملتها بالظبط. لكن انا بتكلم على اللي جوايا انا، ان انا بقيت اخاف من الناس واعمل حساب صورتي قدام الناس اكتر من ربنا، فالآية دي بتفوقني. صحيح انا ماحي ذنوبك، بس خلي بالك من الكلمة انا ابتديت الآية بايه، انا هو، يعني كأني بقولك انا وليس سواي يغفر الخطايا. وفعلا مفيش حد بيغفر الخطية إلا ربنا، لدرجة إن بعض الناس تانية اللي ما بتعترفش بسر الاعتراف أو بتهاجم سر الاعتراف بنقول لهم كده إن فعلا اللي بيغفر الخطية هو مين؟ هو ربنا. لكن ربنا إدى سلطان للكاهن إنه يصلي ويستدعي الروح القدس، فالروح القدس العامل في سر الاعتراف اللي هو الله القدوس الحي الأكنوم الثالث هو اللي بيشيل الخطية دي من حساب الخاطي لحساب المسيح ودمه. لكن ما حدش بيغفر خطية على الأرض غير مين؟ غير ربنا، وإن كان الكاهن هو وكيل أسراره. يبقى نمرة واحد، أنا هو، يعني معناها أنا وليس سواي. اوعى تقول ضميري أنبني أصلا أنا حساس فأنا كده بقيت كويس وخطية تتغفر. لا، لازم ترجع لمين؟ للي غلطت في حقه، لأن مهما غلطت في حق أي إنسان غلطتك هي في حق ربنا قبل ما تكون في حق الإنسان ده. وعشان كده داود شاطر قوي وقالها وهو ذكي وقالها بنصاحة، قال لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت. بالرغم ان هو غلط في حق راجل وغلط في حق امراته وغلط في حق نفسه، كل ده مش مهم ان الناس تعرفه، ولا مهم حتى ان اللي اسمه نسان النبي ده يعرف. المهم حاجة واحدة بس، ان انا غلطت في حق ربنا، فانا هو الماحي ذنوبك. يبقى دي اول درس هناخده النهاردة، أنا هو الماحي ذنوبك. النقطة التانية اللي بيقولها لنا أو بتقولها لنا الآية في موضوع غفران الله للخطية، ربنا بيقول إيه؟ الماحي. كلمة ماحي يعني إيه؟ عارفين إن في اللغة الشامية كلمة أستيكة اللي عندنا في المصري يقولوا عليها محاية، المحاية يعني هي الأستيكة. وكلمة ماحي ذنوبك يعني ايه؟ يعني همسحها تماما. انا مش زي الناس، لان الناس حتى لو سمحت بتفتكر، لو سمحت بتفضل فاكرة الخطية. لكن وان كنت انا كربنا في صفاتي اللاهوتية مش ممكن انسى، يعني ربنا كلاهوت ما ينساش. لكن خلي بالكم من خلال محبته بينسى. يعني ايه؟ يعني المحبة بتاعته بتغطي على خطيتي. لكن احنا بقى العكس، احنا نعمل ايه؟ ما ننساش. انا افتكر مرة اقولها لكم حتى من باب انها حاجة كده طريفة حصلت، كنت بكلم مع سيدة بتشتكي من حد، فبقولها يا ستي انسي بقى. قالت لي ما انا مسامحاها يا ابونا. قلت لها انا مش فاهم منين مسامحاها ومنين مش قادرة تنسي. فردت عليا وقالت لي أنا هقول لك حاجة يا ابونا، إحنا ستات. فقلت لها مش فاهم يعني إحنا ستات. قالت لي نسامح علشان الحياة تمشي، لكن عمرنا ما ننسى أبدا. قلت لها الحمد لله إن ربنا ما فيهوش الطبع ده، لأن ربنا لما يسامح بينسى، وكلمة نسي معناها سامح، الاتنين عند ربنا حاجة واحدة، لكن إحنا عندنا الحقيقة مش كده. أفتكر مرة حكاية في تاريخ الكنيسة بتحكي عن أب بطرك، أب اعترافه تنيح وابتدى يدور على أب بطرك جديد. وهو بيدور على الأب البطرك الجديد عمل كده كم اختبار، فراح لأول أب كاهن وقال له يا ابونا أنا خطاياي كذا كذا كذا. وبعدين استنى شهر ورجع له قال له فاكر يا ابونا لما حكيت لك على الخطية دي؟ قال له فاكر يا سيدنا. فسيدنا قام وما كملش اعتراف وراح لواحد تاني، حصل نفس الموضوع، قال له فاكر يا سيدنا؟ فقام وما كملش اعتراف، لغاية لما راح لأب كاهن حكى له الخطية بتاعته. وبعد كده هوت راح له بعديها بشهر قال له فاكر يا ابونا الخطية اللي قلت لك عليها؟ قال له هو أنا يا سيدنا كنت سمعت حاجة عشان أفتكر حاجة؟ مدام الخطية اتقالت ونساها المسيح، إزاي أنا التراب أفتكرها؟ فاختاروا الأب البطرك أب اعتراف ليه. معناه ايه ده؟
معناه ان هذا الانسان كان عنده حاجه حلوه قوي وميزه حلوه، انه بعد ما بيسمع الاعترافات ينساها تماما. بينساها تماما ليه؟ لان لما بينساها تماما ده معناها انه اخذ قلب ربنا، هو مش شايف غير خطيته ومش داريان بخطايا اولاده. فاطمن اطمن اطمن ان المسيح مش هيمسك عليك حاجه ما دام انت، احنا هنعرف بقى بعد كده يعني ايه اللي المفروض نعمله، لكن ما دام انت رحت له وقلت له انت قلت انا هو الماحي ذنوبك لاجل نفسي وخطاياك لا اذكرها، انا بقول لك المسيح هيمسحها تماما لان هو ماحي ذنوبك. طبعا البشر زي ما قلت لكم غير كده، لان احنا دايما بنفتكر ما بننساش. يمكن لسه في نقطتين عندنا في الحلقه، بس يمكن ناخد فاصل او يسمحوا لي ناخد فاصل صغير، وبعد الفاصل نكمل النقطتين التانية مرة تاني مع حضراتكم. بنكمل الحلقة بتاعتنا، احنا بنتكلم على صفة حلوة قوي وممتعة قوي ومفرحة قوي في ربنا، وهي صفة الغفران. واخدنا آية كده بنفكر فيها مع بعض، الآية دي بتقول انا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي وخطاياك لا اذكرها. فاحنا اتكلمنا على انا واتكلمنا على كلمة الماحي. في كلمة حلوة قوي في الآية بتقول إيه؟ لأجل نفسي. يعني إيه لأجل نفسي؟ يعني بصراحة حاجة حلوة قوي 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 في المغفرة بتاعت ربنا، إنها باخد المغفرة ليس من أجل استحقاق، لأن بصراحة محدش فينا يستاهل المغفرة، ده أجرة الخطية موت. وأنا في اليوم الواحد مش بعمل خطية ولا اتنين، بعمل عشرات الخطايا. وعلشان كده اوعى حد فيكم يعتقد في نفسه انه علشان طيب وعلشان قديس وعلشان هو انسان بار وعلشان 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 الحقيقه هو ربنا بيغفر له، لا. ربنا بيأكد بيقول انا بغفر لك من اجل نفسي. يعني ايه من اجل نفسي؟ يعني الموضوع مش مرتبط بيك انت، الموضوع مرتبط بطبيعه قلبي انا. بقول لها كده حولي عني عيناك لانها قد غلبتاني، انا ما اقدرش ابص الواحد بيبكي وبيقول ارحمني وما اقدرش ارحمه. اذا كنت انتم وانتم اشرار عارفين تدوا اولادكم او تعطوا اولادكم عطايا حسنه، انا بقى قلبي ده شكله ايه؟ يعني المراه التي امسكت في ذات الفعل وجرجروها تحت رجلين المسيح، هل كانت تستحق المغفره؟ الحقيقه ما تستاهلش، ما هو فعلا غلطت، فعلا اتمسكت، الناس ما كانوش بيتجنوا عليها ولا بيمثلوا تمثيليه، هي فعلا اتمسكت. بس هو المسيح مش سامحها علشان هي تستاهل انه يسامحها، المسيح سامحها علشان هو قلبه كده غلب من تحننه او غلب من حنانه زي ما بنقول في التسبيحه بتاعت نصف الليل. هو حنين فلازم يسامح، مش علشان هو لازم يعني مجبور عليه، لا، علشان طبيعه قلبه كده من أجل نفسي. مثلا ناخد مثل تاني، زكى العشار الراجل المرتشي من الرومان الظالم لليهود اللي سجى الناس ووشى بيهم وخرب بيوت ناس، إيه بس عمله يستاهل مغفرة؟ يقول له أنا هغفر لك من أجل اسمي اسمي اسمي. يعني أنا علشان اسمي حنين واسمي حنون واسمي رؤوف وبحبك أنا هسامحك، وعلشان كده بقول من أجل اسم. لما بيجي أوقات ولد من ولادي كده في الاعتراف ويقول لي يا ابونا أنا حاسس بصراحة بصراحة إن أنا لو ربنا مغفرش لنفسي، لأن أنا بصراحة بصراحة ما استاهلش المغفرة خالص، أرد عليه وأقول له إيه؟ فعلا أنت يا ابني ما تستاهلش المغفرة، وأوعى تعتقد للحظة إن المسيح بيغفر لك أنت من أجل أنك أنت تستاهل المغفرة. ما أنت لو تستاهل المغفرة ده يبقى حقك الحقيقة، لا ده مش حقك، ده عمل إلهي عجيب. أحد صور نعمة الله أنه بيحبنا لدرجة أن أول ما نرجع له بتوبة حقيقية لازم هيسامحني، لازم هيسامحني. ودي كلمة لأجل إيه؟ لأجل نفسي. وعشان كده سواء زكى المرأة الخاطئة اللي دخلت بيت سمعان الفريسي، الحقيقة خاطئة، سمعتها في البلد خاطئة، امرأة خاطئة، لكن كفاية انها جت لغاية عندي، كفاية ان انا شفت دموع في عينيها، وعلشان كده انا هسامحها واغفر ليها خطاياها واقول لها مغفورة لك خطاياك، يلا اذهبي بسلام. لدرجة ان الكلام ده لا هيعجب الفريسيين
ولا يعجب سمعان اللي أنا معزوم في بيته. يبقى كلمة لأجل نفسي دي معناها إيه؟ كلمة لأجل نفسي معناها إن أنا مش بسامحك علشان أنت تستاهل المسامحة أو عشان أنت بريء، لا، أنت مذنب بس أنا طيب، أنت مذنب وأنا طيب. والحتة دي فهمتها الكنيسة في ربنا، وبرضه عشان الكنيسة بتحب ولادها وعايزة لولادها الغفران، عملت لحن حلو قوي في الصوم الكبير، يمكن حضراتكم فاكرينه. اللحن ده بيقول إيه؟ تيهريني. يعني إيه تيهريني؟ سلام الله، أو بداية اللحن اسمه صلاة سلام الله الذي فوق العقل فليحل في قلوبكم. بس البيت التاني بتاعه حلو قوي، يقول إيه؟ يقول كده على لسان الإنسان التايب وصايم بتوبة ونسك، يقول إني أخطأت فليس عبد بلا خطية ولا سيد بلا غفران. البيت ده جميل جدا، تعالوا كده بصوا في جمال معناه. أنا بقول لربنا أنت مستني إيه؟ أولا أنا خاطي، نمرة اتنين ما استاهلش الرحمة، بس خلي بالك أنا ما بكلمكش على طبعي أنا بكلمك على طبعك أنت، فإنه ليس عبد بلا خطية. يعني أنا هغلط وبغلط، بس في حاجة حلوة قوي، إنك أنت سيد ولا يوجد سيد وإله زيك في طيبة قلبك ما يغفرش لأولاده لما يرجعوا له. شوفوا جمال الكنيسة بألحانها بفكرها، بتعلمنا إزاي نتوب ونرجع، وتعلمنا إن أنا خارج من سر الاعتراف، عندي ثقة في مراحم الله إنه شال عني خطيتي عشان ما هلكش بيها. يبقى أخدنا كم نقطة لغاية دلوقتي؟ أخدنا ثلاثة. النقطة الأولانية قالت أنا هو، يعني ما حدش غيري. النقطة الثانية الماحي، يعني بمسحها بأستيكة ولا أعود أذكرها، بنساها تماما مش زي البشر. النقطة الثالثة كلمة لأجل نفسي. يتبقى كلمة أخيرة أو نتبقى صفة كبيرة أو أخيرة في مغفرة ربنا، إنها حتى آخر العمر. حتى آخر العمر يعني إيه؟ حتى آخر العمر يعني مراحم ربنا مفتوحة وتترجى عودة الإنسان حتى آخر لحظة. لكن لو الإنسان رفض المراحم دي ورفض التوبة، تبقى هي دي الخطية اللي الناس بتفهمها أوقات غلط، هي دي خطية تجديف في الروح على الروح القدس، إن الروح القدس يقول لك توب ارجع هسامحك، توب ارجع هسامحك، والإنسان يفضل مصر على خطيته لغاية لما يموت. فتكون النتيجة إيه؟ تكون النتيجة إن الإنسان دوت الحقيقة يفقد أبديته لأنه ما قدمش توبة. ربنا حتى آخر لحظة في العمر. مين كان يقول إن اللص اليمين له نجاة؟ الحقيقة اللص اليمين ده عدى كل أوقاته، لكن الحقيقة برضه قدر، بيقولوا أحلى سرقة عملها في حياته هي سرقة الملكوت، لما اعترف بخطيته قدام ربنا يسوع المسيح، وبعد ما اعترف قال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، فالمسيح قال له اليوم تكون معايا في الفردوس. آخر لحظة في العمر قدر يعمل فيها حاجة يكسب بيها مراحم ربنا وياخد مغفرة خطايا. في قصة الحقيقة اتأثرت بيها قوي، القصة دي قديمة قوي قوي، يمكن من سنين طويلة. القصة دي ان كانت في سيدة، والسيدة دي وقعت في خطأ ما، يعني انا مش هقدر اقوله، لكن كان خطأ صعب الحقيقة، وعلشان تدافع عن اسمها الحقيقة تمسكت بإنكار الخطية لغاية آخر وقت في حياتها. وبعدين ربنا سمح بحاجة، الحاجة دي إن السيدة دي وصلت حصل لها أزمة وبقت في حالة خطرة في أحد المستشفيات، وبعدين أنا رحت أسأل عليها، وأنا بسأل عليها لقيت وشها مبتهج جدا جدا جدا، بس كان صوتها ضعيف بسبب المرض إلى أقصى درجات الضعف، لدرجة إن هي شدتني ووطيت قوي قوي وبدني علشان أسمع اللي كانت بتقوله. قالت لي أبونا عاوز أحكي لك حكاية. قلت لها إيه؟ قالت لي من ساعة واحدة بس أنا شفت رب المجد يسوع موجود عند السرير بتاعي هنا.
انا لما سمعت كده يعني انتبهت اكتر قوي. قالت لي كان لابس رداء ابيض في لبني. احنا دايما الصوره اللي عندنا كانت ابيض، بس هي قالت لي انا شفته كده لابس رداء ابيض في لبني، وشه طيب قوي مريح قوي. بس انت عارف انه ظهر لي ليه؟ قلت لها مش عارف. قالت لي انا من 8 الصبح لغايه الساعه 12 الظهر افتكرت حاجه، ان بالرغم من اقنعت اباء كهنه ببراءتي واقنعت الناس كلها ببراءتي، انا كنت ظلمه وانا غلطت، وكل اللي عملته عملته وان كنت اقنعت الناس بالعكس. بس انا قلت له اديني فرصه نجاه، اديني فرصه نجاه، ارجوك اديني فرصه نجاه، اديني علامه انك هتقبل توبتي، اديني علامه انك هتغفر لي خطيتي. وكان ابعد ما يكون عني ان في حد جاي لي النهارده. الحاجه الغريبه اللي عايز اقولها لك يا ابونا ان بعد ساعتين من دلوقتي روحي هتطلع للسماء. فقلت لها ما تقوليش كده، ما تقوليش كده، المسيح يديك الصحه وان شاء الله اشوفك بخير بعد كده وابقى ازورك في البيت كمان. راحت ضحكه قالت لي انا مش خايفه من الموت، ده هو قال لي انا هسامحك واغفر لك خطاياك، وانا اتاكدت من كده ان ربنا بعتك ليا دلوقتي قبل ميعاد نياحتي بساعتين اتنين عشان تقرا لي التحليل. ارجوك يا ابويا اقرا لي التحليل وقول اسمي بصوت عالي وما تقراش التحليل او ما تقراش الحل في سرك. انا الحقيقه كانت مشاعري متضاربه، ما اخبيش عليكم واتكلم معاكم بصراحه، كان نص احساسي ان ممكن القصه تكون حقيقيه، والنص التاني ان ممكن حكايه ان هتموت كمان ساعتين دي او تتنيح كمان ساعتين ما كنتش قادر اصدقه، او يعني شكيت فيه شويه. المهم انا قريت لها التحليل ومسحتها بالزيت وقلت يا رب اقبل وديعتك واقبل اقرارها بخطيتها واقبل توبتها. وبعدين انا روحت البيت، يمكن كنت ريحت شويه وكنت نازل بعد الظهر الساعه اللي حددتها، بعديها بربع ساعه اتصلوا بيا وقالوا لي من ربع ساعه هي راحت السماء في الميعاد اللي قاله لها رب المجد بالدقيقه وبالثانيه. ساعتها جسمي اشعر قوي واتنفضت كده ورشمت الصليب وقلت له قد ايه مراحمك حلوه ومغفرتك حلوه، انت حلو قوي يا رب، طيب قوي يا رب. القصه دي حلوه ان الواحد يختم بيها، بس انا عاوز اقول سؤال يبقى مقدمه للحلقه الجايه. السؤال ده ايه؟ مره في المرات سمعت في احد القنوات الفضائيه واحد بيتكلم كده، وانا بقلب القنوات يعني ما كنتش بفرج على حاجه معينه، بس لقيت واحد بيتكلم وجت ترجمه تحت كده بيقول ان مغفره الله غير محدوده وغير مشروطه. غير محدوده انا الحقيقه قلتها، لان قلت ان مهما كانت ده نقطه واحده من دم المسيح تغفر خطايا العالم كله. لكن السؤال اللي هساله لكم وهنجاوب عليه في الحلقه الجايه، هل يا ترى مغفره الله مشروطه ام غير مشروطه؟ نتقابل على خير ان شاء الله في الحلقه الجايه. لالهنا كل مجد وكرامه الان والى الابد امين.